طيب صار وقت نروح لعند الشيف لحتى نشوف التشيكن برجر كيف رح نعملها بالخطوات ويعني تعطينا الطريقة بالضبط. معك يا شيف. يلا حنبلش أول شيء بمقاديرنا. عندي ملح، بهار أبيض، بودرة بصل، بودرة ثوم، زنجبيل، بابريكا حلوة إذا حابين شوي تكون حددوا شوي. عندي هيل وبهار مدخن كتير بتعطيها طعمة طيبة. هلأ أنا لتتبيلة الجاج هدول عندي ياهن البهارات، حضيف عندي أنا كعك مطحون وبيض. حنبلش أول شيء بخطوة خطوة لأنه خطواتنا شوي اليوم كتيرة. حنبلش أول شيء بالتتبيل. هون عندي أنا جاج مفروم فارمته وشين، وهي البهار الأبيض، بودرة البصل، بودرة الثوم، الزنجبيل، بابريكا أنا ما كتير ححدد لأنه هي شوي حدة. هون عندي شوية هيل وبهار مدخن أنا ححط تقريبا شي معلقة لل 500 جرام عشان تعطيها هيك طعمة طيبة. هلأ حنتبلهم كلهم مع بعض. هلأ شو اللي حيمسكها للبرجر هون؟ حيمسكها هي البيض، أنا بدها تعطيني طراوة، وبعدين بيرجع الكعك بيرجع بيمسكها كلها بشدة مع بعض. إذا لقيت أنا عندي الجاج منه مدهن يعني منه منزلين معه دهن، ممكن أنا أضيف شوية زيت أو شوية زبدة. نضيف البيضة، بس لنتبلها هيك كتير منيح. نرجع هلأ مننزل الكعك، ترجع رد بتلم معنا البيضة كتير بتعطيها دسامة للبرجر، بتعطيه هيك طعم طيب، ومنه كمان مشان ما كتير تكون ناشفة معي. حنزل بالكعك بالتدريج بس للا اكتفينا منها حتى ما كتير تنشف معنا، منوقف. هلا بتفرق كتير البرجر الجاج عن برجر اللحمة، هي التتبيلة بس للجاج، برجر اللحمة بتاخد غير تتبيلة. هلا يفضل تكونوا انتم متبلين من قبل بيوم ومقرصينا، هلا حنقرص وحده سوا، بس يعني يفضل تكون مقرصه من قبل بيوم، نحطها بالفريزر بتشد معنا. ممكن نحن نساويها بالفرن اذا نحن منا حابين تكون مثلا دايت، نحط لها بس شويه زيت ونحطها بالفرن على ورق زبده، وبعدين شويه شوي اذا نحن منا حابين نحطها بطنجره ونحط لها زبده. هلا هيك انا تقريبا جاهزه. هلا ورق زبده، جيلاتين، اي شيء بدكم اياه. ناخذ قطعه هون، حط لها شويه زيت ابيض بس حتى تساعدني بالتشكيل. وهون انا عندي كتر على قد البرجر الموجوده عندي، بس انا ححاول انه تاخذ الشكل المدور. هو في قالب بالسوق للبرجر بس اذا ما كان متواجد عنا، تقريبا القطع بحدود ال 75 لل 100 جرام هيك، بس حتى تاخد عندي هذا الشكل المدور. ونحاول وقت اللي انا بدي اشويها ما اضغط عليها لانه كل شيء جوسي بقلبه منه، وقت بتضغطوا عليها هيك بالمقلاية كل شيء بيطلع، بحاول انا ما كثير اضغط عليها. حنبلش نقلي واحدة. هون عندي شوية زبدة، شوية زيت، حاول هيك شكلها تكون كتير منيحة. لهيك طلعت القطعة اللي عندي. هنساوي هلأ بس قطعة، نرجع منكمل الباقي. بس حنعمل تتبيلة للأونيون. أنا هون عندي البصل حقطعه رندل يعني دوائر دوائر،
عامل له بس تتبيله مشان انا ارجع اقلي. هلا هاي البصل عندي قطعه هيك، خليها شوي القطع شوي عريضه. وبعدين شو بعمل؟ بجيب زبدية، حاول انه انا فرفطهم شوي عن بعض. انا بدي هدول القطع الكبيرة اكتر شي. وبعدين حتبلهم. هلأ بدهم نقع، يفضل انه ينقعوا قبل بوقت. بشو حنقع؟ انا حنقع بحليب، شوية خل ابيض. هلا هيك المفروض انا انقعهم قبل ربع ساعة لنص ساعة تقريبا، اذا اكتر وقت كمان ما بيأثر. بس ليخلص هيك عندي تتبيلة البني اللي هي طحين وكعك وبيض، انا حتبلهم هلا بس شوي قدامكم. حنتبل ملح وعندي بهار ابيض. بودرة البصل وبودرة الثوم. هلا هي البانيه اليوم عندي انا حقلي فيها الجبنة وحقلي فيها البصل الاثنين مع بعض بنفس التتبيلة. وحنساوي هلا سوا بصل مكرمل، شوية زنجبيل، وهي خالصة. هلأ حأتركن هدول لينقوا، حنساوي مع بعض البصل وبعدين بنرجع بقلي كل شي عنا. للبصل أنا مقطع بصل هون تقريبا بصلتين، حاول خليهم هيك مثل ما هن قطع. بعدين حطوا شوية زبدة، شوية زيت، شيل هاد لأنه هذا أسرع. شوف قطعة البرجر شو صار فيه عنا. تمام صارت منيحة، نقلبها. شايفين لونها شلون ما أحلى. حاول قد ما فينا هيك ناخد المواد الدهنية. هلأ عندي بس تدوب الزبدة والزيت تماما، هنزل البصل. حاول خليهم هيك مثل ما هنين قطع. هدول ححطهم بقلب البرجر. هلا هيك بس لعندي يحمروا ياخذوا اللون تبعهم، حتبلهم ملح بهار ابيض. وبعدين حانزل فيهم بصوص بني. هي الفكره انه انا بدي طفيهم بالصوص، انا بس هيك لحتى يحمروا منيح، لانه ما بحسن انزل هلا الصوص قبل ما يحمروا منيح. حيحمروا عندي منيح تمام، بعدين بنزل فيهم بالصوص، بكون البرجر تبعنا خالصه. بنرجع بنكمل بالاونيون وبنرجع بالجبنه. مرة جديدة لعند الشيف سناء ونشوف التشيكن برجر وين وصلت فيه. وين وصلنا يا شيف؟ خلصنا البرجر وهلا حنكمل التوابع تبعه. انا نفس الطنجرة اللي انا سويت فيها البرجر عندي هون الخبز، حقطعه اعطيه وش تأميرة كتير بيفرق معي. بس هم مطرح القرنة الطرية يوم حنساويها دبل. هلا شو حنساوي؟ نحن عنا البطاطا اليوم اللي حنساويها شعيرات. انا هون عندي بطاطاية بس حنساوي واحدة مع بعض. حاول قد ما في تكون القطعة كتير رقيقة. وبعدين باخدهم ضبهم على بعض هيك، حاول ساويهم شعيرات كتير رقيقة. لهي من باب التغيير تبع البطاطا، ممكن نساوي ويدجز، ممكن نساوي بطاطا عادية بس لقى نص سلقة وبعدين برجع بقليها قليتين. دائما البطاطا وقت بتشوفوها برا بالسوق بتلاقوها من برا كريسبي ومن قلبها منها كتير طرية، بتكون مقلية بالأصل قليتين. هلأ بحاول أنا البطاطا أنه انقعها بشوية مي وخل هون عندي حتى ما تسود. هلأ هشيلهم الميات اللي عندي
حتبل بس ملح وبهار، وهلا بنساوي التتبيله مع بعض اللي بدنا نحطها بعد قلي البطاطا. هلا بس هون عندي بس شويه ملح، شويه بهار ابيض، تتبيله هيك بسيطه بس شوي هيك حتى تروح المي منها. انا هون عندي زيت، زيت قمر، تمام. هلا شو التتبيله اللي انا بدي تبل فيها البطاطا بس تطلع؟ عندي هاي الطنجره، هاي البوله عفوا، ححط شويه ملح صغيره، حط بهار مدخن، عندي هون اوريغانو، فلفل اسود شوي صغيره ما كثير تكتروا، وعندي بزر كزبره وبهار ثوم. هدول انا هيك هعمل لهم ميكس مع بعضهم بس لتطلع عندي البطاطا بتكون بعدها سخنه، بحاول رش عليها بس لتطلع. هلا انا هون عندي البصل اللي نحن نقعناه بالحليب والخل، بس هنعمل واحدة وحنعمل قطعة موتزاريلا كمان مثل ما عملنا. هلا باخذها بغسلها اول شي بالطحين، بعملها وشين انا مشان تعطيني طبقة كريسبي، بعدين بيض، بعدين الكعك، رد برجع بيض، رد برجع كعك مرة تانية. هلا هيك تقريبا هاي قطعتنا خالصه. هون عندي انا جبنه موتزاريلا، ما بدي اي تتبيل، انا متبله هون بالاصل عندي الطحين، شويه طحين، بيض، وبعدين كعك، ونفس الشيء برجع رد بيض بس مشان تعطيني طبقه غلاف سميكه حتى عندي الجبنه ما تطلع برات القلب. تمام هلا هيك خالصين، هنخلصهم كلياتهم ونقليهم، وحنحشي نحن عنا البرجر بالبصل اللي تبلنا، وعنا مايونيز وشويه مخلل كتير صغير مع الكاتشب، وهيك هلا تقريبا بنكون خالصين. نرجعكم بس نخلص. شايف سؤال قبل ما نرجع، شايف في كتير يمكن السيدات اللي خاصه اللي بيكونوا يمكن بيشتغلوا برا البيت، فبتلاقيهم بدهم شيء سهل، فما بعرف في كثير ناس بيحطوا برجر يمكن التتبيله نفسها اللي نحن بنعملها فينا نخلصها ونحطهم بالفريزر امتى ما بدنا، مثل ما هي بنشيلها دغري ودغري بنعملها، يعني الموضوع سهل، الموضوع كثير سهل. هي منيحه الموظفات خاصه تماما بيطبخوا بالعطله وبحطوا بالفريزر، وقت اللي بيرجعوا من الشغل بيطلعوا وبيطبخوا. شكرا يا شيف سناء، يعطيك العافيه. لعند الشيف فورا لحتى نشوف البرجر بشكله النهائي كيف قدمناه. خلصنا البرجر، البصل والجبنه، البطاطا، وقدمنا معها مرافق مايونيز وكاتشب وخردل، وصحتين وهنا. صحتين وهنا، فطورنا اليوم برجر ورد. فطورنا برجر. شكرا كثير لك يا شيف. مشاهدينا هذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم، نلقاكم بكره على 9:30، فكونوا على الموعد، تبقوا بألف خير.